السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. اختتام ملتقى إقليمي بنواكشوط يبحث آلية صياغة وثيقة توجيهية حول الرقابة الإشعاعية بمشاركة خبراء وممثلين عن عدد من البلدان الإفريقية. الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية يقول إن الحوار سيجري بعدما تنتهي الترتيبات الجارية، ويعبر عن استعداد النظام والأغلبية له. حزب العمل والوحدة الوطنية يدعو أحزاب المعارضة إلى عدم الدخول في الحوار مع النظام، ويطالب بإطلاق سراح معتقل إيرا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. اختتم بالعاصمة نواكشوط ملتقى إقليمي يناقش موضوع الرقابة الإشعاعية البيئية، منظم من طرف السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الملتقى الإقليمي بحث على مدى 5 أيام وبمشاركة ممثلين عن 12 دولة آلية صياغة وثيقة توجيهية حول الرقابة الإشعاعية. المزيد من التفاصيل نتابعه ضمن هذا التقرير. اختتام ملتقى إقليمي بنواكشوط يبحث آلية صياغة وثيقة توجيهية حول الرقابة الإشعاعية والبيئية في إطار عملية منح الرخص للأنشطة ذات المصادر المشعة، منظم بالتعاون بين السلطة الوطنية للحماية من الأشعة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. الملتقى استمر 5 أيام، شارك فيه خبراء وممثلون عن 12 دولة إفريقية من الإشعاعات وفقا لمعايير السلامة الدولية المتبعة في الدول المشاركة. قد تابعتم خلال هذا الأسبوع بجدية ومثابرة ورشة علمية إقليمية تناولت صياغة وثيقة توجيهية حول الرقابة الإشعاعية البيئية في إطار عملية منح الرخص، حيث تلقيتم خلالها عروضا نظرية وتمارين تطبيقية تناقش مواضيع متعلقة بحماية الإنسان والبيئة من الإشعاعات وفقا لمعايير السلامة عند الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يتوافق مع التشريعات الوطنية لمختلف البلدان المشاركة في هذه الورشة. تخللت أعمال الملتقى عروض نظرية وأعمال تطبيقية يقول المشاركون إنها ستساعدهم مستقبلا على تواقي السلامة من الأخطار التي قد يتعرضون لها في عملهم اليومي. هاي الورشة كانت مهمة لأنها حول وضع وثيقة توجيهية للرقابة، وضع وثيقة توجيهية للرقابة الإشعاعية البيئية، ومهمة لأنها خرجنا منها أننا عرفوا الشروط اللي يلا نطرحه إياك نضمنه على الانفيرونمالية البيئة، نضمنه أنها ما تلوثت، نضمنه عنها ما فيها تلوث الإشعاعي، ذاك فعلا يتطلب أن بالتعاون مع يكون هون يكون فهم تعاون بين السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع هي ووزارة البيئة. ورغم الجهود المبذولة يقول بعض الخبراء إن الرقابة الإشعاعية والنووية في موريتانيا لا تزال بحاجة للكثير من الملتقيات والندوات وتطبيق المخرجات والتوصيات من أجل تجاوز التحديات والأخطار التي تتسبب فيها المواد الإشعاعية. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمين للشيخ إن الحوار السياسي سيجري ريثما تنتهي الترتيبات الجارية. وأضاف للشيخ خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن النظام والأغلبية مستعدان للحوار دون تحديد سقف ودون أي شروط أو محظورات. يأتي ذلك في وقت تبدي فيه المعارضة الاستعداد لما تسميه الحوار الجاد والمسؤول الذي يفضي إلى إخراج البلاد مما تعتبرها أزمات تعاني منها. نتابع. لا تقدم الموالاة والمعارضة نحو الحوار أي معطيات سوى النيات الصادقة والمتوجسة خيفة من الطرف الآخر وما قد يتم تدبيره بليل. الناطق الرسمي باسم الحكومة وفي معرض تعليقه على اجتماع الحكومة يؤكد التمسك بالحوار والسير في ركابه. الحوار أنه لا يخلق بدور يخلق مثلا ومقرر أنه لا يخلق،
وان احنا ما دينا يدينا الحد هو الله يشارك في الحوار انه لا يشارك فيه. مستعدين الحد فر يشارك في الحوار ان نراه ويرانا ونبحث معاه قضايا موريتانيا. الحوار مفتوح للجميع وسقف كيف قلنا مره ماضيه انه ما فيه محورات وسقف ما في حدود لسقفه. ولازمنا على ذلك اعلن الحوار مفتوح للجميع وانه لا يخلق في الوقت اللي انتهت الترتيبات المعدله. قرار الحكومة الموريتانية تأجيل انتخابات الشيوخ لعام كامل قرأ فيه المراقبون انتظارا منها لمعارضة تحاور وتقلب الأوراق معها من أجل الوطن. آخر تصريحات قادة المنتدى تلك المنسوبة لرئيس حزب التواصل محمد جميل والمنصور، والتي قال فيها إن المعارضة ستشارك في الحوار مع النظام إذا توفرت شروطه الطبيعية واستطاع النظام تقديم مؤشرات على جديته في الحوار. تصريحات يقرأ فيها بعض المراقبين السعي المنتدى نحو التقارب مع النظام والخروج من حالة لا سلم ولا حرب، والتي كسرها النظام مؤخرا باتصالات ويل محمد رغضف مع رجل المنتدى الجديد أحمد سالم والبحبيني ليدخل المنتدى في نقاشات ساخنة لم تحدد بوصلته واتجاهها القادم إلى حوار أم مقاطعة ومقعد شاغر. انتظار المنتدى وفقا لرئيس حزب التواصل لمؤشرات تؤكد سعي النظام لحوار جاد وصادق بعيدا عن الأمان والتصريحات الصحفية التي تطلق بين الفينة والأخرى دون أن تتبع بعمل على أرض الواقع. فهل ينجح الطيف السياسي في العودة إلى طاولة الحوار أم أن عهد ويل بوحبيني وويل محمد لغ من جديد لن يختلف كثيرا في طريقه عن الطرق السابقة؟ دعا حزب العمل والوحدة الوطنية إلى الوقوف في وجه التحديات التي قال إنها تواجه موريتانيا والحيلولة دون انجراف البلد نحو ما سماها الفوضى والدمار من خلال العمل المشترك بين مختلف الفئات والمكونات الشعبية في موريتانيا. ودعا الحزب في بيان صادر عنه المعارضة إلى مقاطعة الحوار السياسي مع النظام الموريتاني، كما طالب بإطلاق سراح معتقلي مبادرة إيرا. ومعنا في الاستديو محمد المختار الهيبة الأمين العام لحزب العمل والوحدة الوطنية. أهلا بكم سيدي. يعني دعوتم أحزاب المعارضة إلى رفض المشاركة في الحوار السياسي مع النظام، على أي أساس بنيتم هذه المطالبة أو الدعوة التي يعني ولماذا جاءت يعني تحديدا في هذا الوقت؟ شكرا شكرا اشكر هذه المناسبة قناة المرابطون على الاستضافة لتوضيح ولتعليق على البيان الصحفي الذي أصدره حزب العمل والوحدة الوطنية. نظرا للوضعية التي تخوضها موريتانيا الآن، فالعبث ليس من شيم هذه الأمة عليها أن تتوجه إلى حوار بصفة أكثر هي إذا كانت بنتيجة إيجابية، لأن الحوار لقد دعيت له المنسقية في 2009 إبان الانقلاب العسكري الذي وقع هنا وتكلموا فيه في داكار، والنتيجة ما زال المنسقية والأطراف الاثنين اللي فيها ما زالوا إلى ضركاتية يتكلموا فيها وتعرفوا جوابهم فيها وتعرفوا وموقفهم منها. وبعد ذلك سنة 2011 دعية أحزاب من المنسقية وهم تلك أحزاب وجمع بينهم مع النظام القائم اتفاقية، وراء ذلك فبراير 2012 قام واحد من تلك الأحزاب الثلاثة هي حمام والوئام والتحالف وقال وخرج حمام من هذه الاتفاقية وقال عنه ليس ملزما بها، والنتيجه يعني احنا ما نعود عبثيين حتى، لان النظام ما زال في نفس
نفس الأسلوب اللي كان عنده إلى عاد ما هو أسوأ من الحيل اللي كان فيه أصلا ما زال سيء. إذن ترون أن هذا الحوار قد يكون عبثا. طيب يعني قلت إن البلاد تعاني العديد من المشاكل والأزمات وحذرتم مما أسميتموه جرا للفوضى والدمار، ألا يرجح هذا ضرورة الحوار الذي دعوتم إلى عدم المشاركة فيه؟ الحوار هو الخيار الأوحد والوحيد للأحزاب السياسية. هناك وسيلتين للوصول إلى السلطة. إذن لماذا تدعونا لمقاطعته؟ لا بد من يعود وفما تياها ركائز تدعم هذا الحوار وتمكن المتحاورين عن النتيجة اللي له يوصلوا لها عنها لا يتنفذ على أرض الواقع. إني نعود ذوك الركائز موجودة، الحوار لا بد منه. طيب ماذا تقصدون من تحذيركم من ما أسميتموه جرا للفوضى والدمار يعني؟ نعم، هذه موريتانيا تعيش وضعية وركاتية لا تحسد عليها في جميع المجالات، حتى المنظمات العالمية المختصة تكلم عن موريتانيا ما دارتها في أسفل اللوائح. إلى خرصنا وركاتية للفقر تجبر موريتانيا عند 79% من موريتانيا وركاتية يعانون من الفقر. إلى شفت الجهل تجبر موريتانيا هي الأخيرة في الوطن العربي. إلى رأيت الشفافية تجبر موريتانيا انطردت ولو مؤقتا لأن نظامها ما هو شفاف. خالي من يسر من الأمور اللي لا بد منها وتعود إطار للحوار إياك تعود نتيجة. طيب ما هو تقييمكم للمشهد السياسي الحالي في موريتانيا؟ يعني هل يؤشر على إمكانية إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه مختلف الأطراف؟ هناك الحوار لا بد منه، ولكن الظروف الحالية والأيام ستعطينا النتائج. إذا مشات تركت إياها المنتدى وتشكيلات المعارضة من المعاهدة والوفاق، إذا مشاوا للحوار وراء ذاك بشوي دور شو نتيجته عن ذاك الالتزامات، لأن الأرضية تركت إياها ما هي مفاتعات صالحة. إذا ما يراجع النظام وسلوبه وطريقته في تسيير هاي الدولة ولا تعود طريقة أحادية، لها يتم فتنة جربناها 2009 وجربناها 2011 ولا نجربوه غير ونعقو نجربوه المزال خطأ. إذا كان طيب السيد محمد مختار الهيبة الأمين العام لحزب العمل والوحدة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا ضيفا. صدق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأخير على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون النظامي رقم 029/2014 المحدد لآليات العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ وفترة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية. وسبق للجمعية الوطنية الموريتانية أن أقرت مشروع قانون يقضي ثلثي مجلس الشيوخ خلال العام 2015، وهو ما لم يتم بعد. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. من جديد تقر الحكومة الموريتانية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ. مشروع القانون جاء هذه المرة ليلغي ويحل محل بعض أحكام القانون النظامي رقم 029/2014 المحدد لآليات العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ وفترة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية. وينص مشروع القانون الجديد على إجراء التجديد الجزئي المتزامن والمقترن للمجموعتين باء وجيم من مجلس الشيوخ سنة 2016، فيما يتم تجديد المجموعة ألف سنة 2018. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد لمين والشيخ خلال مؤتمر صحفي إن القانون الخاص بالانتخابات سيصدر لاحقا، مؤكدا ألا علاقة لهذه الانتخابات بالحوار. القانون سيصدر في موضوع الشيوخ ولا علاقة له بالحوار، سيصدر في الوقت اللي له يصدر فيه قبل طبعا نوصل الموعد اللي تستدعى فيه الشيوخ بدور يصدر القانون بشأن موضوع الشيوخ. وسبق للجمعية الوطنية الموريتانية أن أقرت مشروع قانون يقضي بتجديد ثلثي مجلس الشيوخ خلال العام 2015، وهو ما لم يتم بعد،
فجاء التعديل الجديد ليركز على تمديد مواعيد التجديد الموجودة في القانون النظامي، والذي قال البيان الصادر عن الحكومة الموريتانية إن بعض أحكامه غير قابلة للتطبيق. هذا وتنتقد المعارضة الموريتانية من حين لآخر بعض المؤسسات الدستورية الموريتانية واصفة إياها بغير الشرعية، وتدلل بذلك على وجود ما تسميه أزمة سياسية متفاقمة بفعل عدم احترام القوانين التي تتم المصادقة عليها. قال الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة نواكشوط الدكتور محمد والمحمد الحسن إن موريتانيا تعاني أزمة سيولة تتطلب حلا عاجلا، مضيفا أن ذلك لا ينبغي أن يتم عبر التركيز على الضرائب. وانتقد والمحمد الحسن خلال حلقة هذا المساء من برنامج المشهد أن هناك وسائل أخرى لتمويل الميزانية من غير الضرائب ينبغي اعتمادها في السياسة الاقتصادية للبلد. فهم مؤشرات الأزمة، أنا متأكد منه هذه أزمة السيولة بقطع عنها أزمة، وأزمة مولي سينتاز يا الله ما يا الله لين عود الاقتصاد صالح والله ما فيه أزمة ما يا الله هي تخلق سامع يا غير نعرف عنها ذي متأكد منها منها خارجة وأنها تتطلب حل عجلان، ولا هو بعد بذل اللي نسمعين قال من الشراسة في الضرائب ولا قبيض الضرائب بين اللي شفنا بأن الضرائب لا هي ينقصوا السيولة وينقصوا ذاك التحديد الناس وما تحديدها شبه اللي كامل مقيم العيار منها ما الشغلة ما يخارقه والفضة ما يخارقه. يعود وزير المالية هامه يعدل السياسات ويعدل الببليسيتي منه زاد الميزانية بكذا وكذا، واللي تاكل عليه الناس هذو اللي مقيم العياط بهم قلت شيء يوكلوا ذاك يلا يخفف فيه يلا يرطحن بالناس، وهو يقدر يجبروا وسائل أخرى التمويل الميزانية وتخفيف الأمور ما هو بالضرائب. من ناحية أخرى قال وزير المالية الموريتاني المختار وللجاي إن قانون المالية الأصلي لسنة 2015 يعتمد على إطار النفقات المتوسطة الذي تم إعداده في إطار نظرة تعتمد على رؤية متوسطة المدى تغطي سنوات 2016-2018. يعتمد أيضا هذا القانون على الإطار النفقات المتوسطة الذي تم إعداده بداية 2015 ليغطي الفترة 2016-2018، لأن الحكومة ترى أنه من أجل أن تكون السياسة السنوية ويكون القانون المالي فعال يجب أن يدخل في إطار نظرة تتجاوز النظرة السنوية، يجب أن تكون نظرة في الأمد البعيد تعتمد على رؤية، وفي الأمد المتوسط أيضا تعتمد على نظام على على نظام إطار ما اللي نقاله لسي بي ام تي يعني لكادر بيدجيتير دو موين تيرم. موريتان عدلت إطار من هذا الشكل يغطي الفترة 2006-2018، وقانون الميزانية لسنة 2016 يأخذ ويؤسس على الخلاصات والإطار العام لهذا 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 لهذه الوثيقة. حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها من السفر إلى موريتانيا داعية إياهم إلى أخذ الحيطة والحذر الشديدين في حال السفر إلى عدد من الدول في إفريقيا وآسيا من بينها موريتانيا. ويرى مراقبون أن التحذير الجديد قد تكون له تأثيرات سلبية على قطاع السياحة في البلاد في ظل ضعف تسويق المقومات السياحية التي تتوفر عليها البلاد. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. المملكة المتحدة تدعو مواطنيها إلى أخذ الحيطة والحذر الشديدين في حال السفر إلى موريتانيا التي وضعتها ضمن المنطقة الحمراء في تحذير جديد صادر عن وزارة الخارجية البريطانية شمل إضافة إلى موريتانيا عددا من دول أفريقيا وآسيا من بينها الجزائر وليبيا وأفغانستان. التحذير الجديد الذي كانت بريطانيا قد استبقته بتحذيرات إلى رعاياها المتوجهين إلى موريتانيا للعمل أو السياحة قد تكون له تأثيرات سلبية على قطاع السياحة بموريتانيا، خصوصا وأن دولا غربية عديدة كانت قد أصدرت تحذيرات لمواطنيها من السفر إلى موريتانيا في وقت فشلت فيه حكومة البلاد في إقناع هذه الدول بتحسن الوضع الأمني في المناطق التي تجذب السياح الغربيين. وتوجه إلى الحكومة الموريتانية انتقادات بالعجز عن تسويق الخدمات السياحية والأمنية في البلاد رغم المقومات الكبيرة التي تمتلكها موريتانيا في مجال السياحة، وهي مقومات متنوعة وممتدة
بتنوع وامتداد شواطئها وكثبانها وثقافتها الغنية بالصناعات التقليدية والألعاب المحلية الخاصة والفلكلور الشعبي وغيرها، هذا إضافة إلى الآثار التاريخية والتراث الثقافي الذي تتوفر موريتانيا على نماذج منه يمكن استغلالها في إنعاش السياحة العلمية والبحث التاريخي. غير أن مقتل واختطاف سياح غربيين بموريتانيا خلال السنوات الماضية وكذا تسجيل بعض العمليات العسكرية ضد أهداف غربية في البلاد لا تزال تتحكم في قرارات الدول الغربية الخاصة بتصنيف موريتانيا من حيث أمنها على الرعايا المسافرين لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما. إلى الشأن الفلسطيني، حيث شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة مواجهات بين فلسطينيين وعناصر من قوات الاحتلال الصهيونية تسببت في إصابة العشرات. وقد حاصرت قوات الاحتلال عددا من المساجد قبل صلاة الجمعة، وذلك لمنع المصلين من الخروج في مسيرات شعبية استسنادا للانتفاضة وتنديدا بجرائم الاحتلال الصهيوني. نتابع المزيد من التفاصيل ضمن هذا التقرير. أصيب عشرات الفلسطينيين ظهر الجمعة خلال مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في عدة نقاط تماس بالضفة الغربية وقطاع غزة في سادس جمعة غضب بانتفاضة القدس المستمرة منذ الأول من أكتوبر الماضي. ففي مدينة الخليل جنوبا، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 4 شبان أصيبوا بالرصاص الحي والعشرات أصيبوا بالاختناق في مواجهات اندلعت مع الاحتلال بمحيط مسجد وصايا الرسول قبيل انطلاق مسيرة حاشدة منه. وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت منذ ساعات ما قبل صلاة الجمعة مسجد وصايا الرسول لمنع المصلين من الخروج في مسيرات غضب للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء والتنديد بانتهاكات الاحتلال الهمجية. وفي قطاع غزة أصيب عدد من الشبان بينهم شاب أصيب بالرصاص الحي في المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في عدة محاور على الحدود الشرقية من القطاع. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطية صوب 10 شبان الذين تجمعوا قبالة مواقع ناح العز شرق الشجاعية وإيرز شرق بيت حانون والفراحين شرق خان يونس. من جانب آخر، أصيب مستوطن صهيوني بشراح خطيرة مساء الجمعة في عملية طعن في ساحات مستوطنة شاعر بنيامين شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وحسب القناة السابعة الصهيونية، فإن شابا فلسطينيا تمكن من توجيه عدة طعنات لمستوطن وأصابه بشراح خطرة قبل أن ينجح بالانسحاب من المكان، فيما أصيب 4 آخرون بحالات هلع. وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في المنطقة وشرعت في عمليات تمشيط واسعة للبحث عن منفذ العملية. نظمت جمعية التعاون للأعمال الخيرية دورة تأهيل للإجازة القرآنية شارك فيها عدد من حفظة القرآن الكريم، ويتلقى المشاركون في الدورة دروسا نظرية وتطبيقية في أحكام التجويد والتلاوة من طرف أساتذة في المجال بعضهم قادم من خارج موريتانيا. إن جمعية التعاون للأعمال الخيرية استشعارا منها لعظمة كتاب الله عز وجل وغرس محبته في قلوب الأبناء، ووعيا منها بأهمية تجويد كتاب الله عز وجل وامتثالا لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، تنظم هذه الدورة بالتعاون مع الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، والتي ما فتئت ترعى مثل هذه الدورات والمسابقات القرآنية، ولا يسع الجمعية إلا أن تتوجه إليها بجزيل الشكر وأن ترحب بمندوب الهيئة فضيلة الشيخ محمد السيد محمد عفيفي سلامة. سأل الله عز وجل أن يتقبل منكم ومنهم جهودكم جميعا المباركة في خدمة القرآن وأهله، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. قد حرصت الهيئة على انتداب شيخ من شيوخ القرآن والقراءات ليكون مؤطرا لهذه الدورة. في الختام نصب الطلاب باغتنام هذه الفرصة النادرة في اللقاء مع شيوخ القرآن وحملة كتاب الله عز وجل، وهي فرصة حري بنا أن نستغلها بحسن الإنصات والإصاء والاستفادة. هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها اختتام ملتقى إقليمي بنواكشوط يبحث آلية صياغة وثيقة توجيهية حول الرقابة الإشعاعية بمشاركة خبراء وممثلين عن عدد من البلدان الإفريقية.
ناطق رسمي باسم الحكومة الموريتانية يقول إن الحوار سيجري بعدما تنتهي الترتيبات الجارية، ويعبر عن استعداد النظام والأغلبية له. حزب العمل والوحدة الوطنية يدعو أحزاب المعارضة إلى عدم الدخول في الحوار مع النظام، ويطالب بإطلاق سراح معتقلي إيرا. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا لحسن المتابعة، دمتم في أمان الله.